عشاق مصابيح الليد المعطلة، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا المصباح انفجر فجأة وانفصل عنه الغطاء الخارجي، وكما يبدو فإن المكتف الكيميائي هو الذي انفجر. عادة هذا النوع من المصابيح يعاني من مشكلين أساسيين. الأول كما رأينا هو المكتف. المصنع يضع مكتف ضعيف جدا، لا يتحمل جهد الكهرباء العمومية. كما يبدو القيمة هي 100 فولت. المشكل الثاني هو أن إحدى هاته الليدات تحترق. مثلا إذا نظرنا جيدا في هذه الليدات سنلاحظ أن إحداها فيه نقطة سوداء، هذا يعني أن الليد معطل ولم يعد يعمل. نفس المشكل بالنسبة لجميع المصابيح. إذا رأينا هذا ترون انفجار المكتف، ثم ننظر إلى أحد هذه الليدات معطل. نفس المشكل بالنسبة لمصباح آخر، هنا المكتف لم ينفجر بعد ولكنه انتفخ. ثم نرى هنا نقطة سوداء صغيرة. المشكل يتكرر في جميع المصابيح من نفس النوع. سأحاول إصلاح أحد هذين المصباحين. سأخذ ليد جيدة من هنا وأستبدلها بالليد المعطلة التي هنا. هاي 100 فولت واضحة هنا. أول شيء سأقوم بفك هذه المسامير. تلاحظون هذه أشلاء المكتفة. سأضع علامة على المصباح الذي سأضحي به من أجل إصلاح الآخر. هذه القطعة سأستخدمها كمخزون للليدات عندما أحتاجها. سأزيل ليد جيدة من هنا باستعمال الهواء الساخن. سأزيل واحدة أخرى. وأخرى. هيك. أما هنا سأزيل الليد المعطلة، هي هذه.
وكما تلاحظون هناك فرق بين الليد الليد الجيدة والليد المعطلة. المعطلة ترون فيها نقطة سوداء. أضع القليل من القصدير هنا. ثم أقوم بتثبيت أحد الليدات، ذلك باحترام قطب الليد. ثم أقوم بتسخينها من الوراء. جيد. والآن نجرب الليد التي وضعت للتو. لن أجربها مباشرة ولكن بطريقة غير مباشرة. بالطريقة المباشرة تعمل وبطريقة غير مباشرة تعمل كذلك. جيد. سأزيل المكتف الذي انفجر.
سأعوضه بهذا، قيمته 400 فولت. هناك حالات يجب فيها احترام قيمة الفراد، وحالات أخرى ليس بالضرورة احترام هذه القيمة، ولكن في حالة هذا المصباح يستحسن وضع قيمة أكبر. بعض اللحام السالب هنا والموجب هنا، رائع. والآن سأجرب على بركة الله. بسم الله، يا سلام. جيد، لقد اشتغلت. سأتركها لمدة ساعة أو ساعتين ثم أكمل الفيديو. بعد مرور ساعة وأربعون دقيقة من الاشتغال، يبدو أن كل شيء على ما يرام. بالنسبة للحرارة الخارجية أظن 39-40، ما بالنسبة للداخل 40. حرارة المكتف عالية بعض الشيء، ربما قد أقول أنها تصل إلى 50 درجة، 50 درجة، حرارة معقولة.
إذن عملية التصليح تمت بنجاح. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم وأن تستفيدوا منه، ونلتقي في فيديو آخر. أي